تذكر كيف بلغتهم إنه يلا إحنا خلاص راح نترك جدة الآن وراح نغادر في البيت الحين داخل البيت يعني؟ ما في كان وقتها إذن خروج للوالد، الوالد كان ممنوع من السفر. كيف كان الخروج إذن؟ كان الوالد حيخرج يسافر من خلال البحر، كان عنده نية يسافر للسودان، كون السودان توها بدأت دولة إسلامية وتطبيق الشريعة ومش عارف إيش. فتواصل مع السودانيين فقالوا له حياك الله تجينا ونحن نستقبلك وكذا. مباشرة مع الرئيس ولا مع الترابي وقتها؟ والله ما أعرف من الشخص المسؤول كان ذاك الوقت. بس هو ما كانت عنده خيارات ثانية إلا السودان؟ ما كان عنده خيارات إلا السودان أو باكستان. فكان أحد الأمور اللي هو كان حيفكر يخرج فيها كان من خلال البحر، يعني اشترى له بوت يمكنه من تجاوز البحر الأحمر إلى السودان، وكان كنا نطلع بالبوت احيانا نستانس في البحر. ذاك الوقت كانت بر يعني ما في احد.